واخر نص دقيقه ادي وليد الكارتي اقتراب قدمه تقيله وليد يلعب ليه محمد الشيبي يلف العرضيه جوه المنطقه جول جوه المنطقه جول 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 اسلام عيسى يسجل هدف عالمي ويسجل هدف رائع قصير القامه وكبير المقام بقى يلف يلف براسه كوره لولبيه داخل الشباك عشان يسجل هدف التعادل وينجح جايمي باتشيكو ونادي بيراميدز في الوصول لمساعيهم ويسجلوا هدف التعادل ايه في الثواني الاخيره. لكن يا سلام وليد الكارتي بدا الحكايه وبدا الليله ومحمد الشيبي اللي يعلق يعلق كره داخل منطقه الجزاء واسلام عيسى ياخد خطوه خطوه بقى للامام ويسجل براسيه من فوق الحارس عمر صلاح شمسيه يسجل براسيه تاني الاهداف التعادل في الثواني الاخيره.